عالم المحركات يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة. تيمشي لافيري لقاش لافيري ما عندوش لا ياخذ عليه لا لي وزن ولا القافيه من ناحيه الثمن. يعني ممكن ياخذ لي بياسه ب 40 درهم يقول لي جبت لك 200 درهم مثلا، ماشي بحال الا خذها جديده. سمعتي السي حميد وضح واحد النقطه ربما انا كنسمعها متداوله بزاف، كي دابا الناس كيتشاكيو من هاد الموزعين البائعين ديال قطع الغيار، محلات كيقول لك اودي ما بقيناش كنلقاو قطع الغيار الاصليه، كلشي غير مقلد. هذاك الشيء اش كيضطر هو كيقول لك انا غنمشي لافيراي ناخذ واحد السياره اوروبيه بحال دوريجين. دخل يعني دز على الديوانه، يعني حتى السلطات يعني تحمل مسؤوليتها، يعني السلطات تحمل مسؤوليتها في هذا المجال. بقاش داخل وتاخذ بياسه مزوره بالفاكتوره بالفاتوره ديالها، اذا شكون اللي مسؤول عليها؟ الناس اللي دخلوا اللي دخلوها هما تيشجعوا القطع الغيار الاصلي كاينه، وكاين تقليد كثير حتى هو كثير، وكاين شكون اللي خلى التقليد يكون بزاف هو الشطاره ديال الكليان. اشترط بنات تجيب لي مثلا جواكير 170 درهم تيقول لك لا كيزبون ما غنلوموش عاوتاني الناس اللومون نقول لك علاش ناقشنا هذا الموضوع في واحد الحلقه لا اللومون نقول لك علاش انا دابا اليوم جا عندي ما كاينش جا عندي زبون معاه عطيني جواكير اوريجينال قلت له 170 درهم وقلنا لي كاين واحد ماشي نقولوا ايميتاسيون كاين واحد تصنع في البلاد في الرباط من نوع معين بلا ما نقول سميتها تصيب هنا تدير 100 درهم قال لك لا بغيتو قال مثلا لا ما يخدمش لك هذا هو السبب ديالك اللي انا وقع له في الخراب لا هو يعني باش نقنعوه خدينا لا خدينا مثلا ديك القطع الغيار المقلده اللي كتهدد مثلا السلامه ديال المواطن دابا واش هاد القطع ممكن خصها تتباع مثلا في الاسواق هذه ما خصهاش تتباع اصلا هي ما خصهاش تتباع اصلا مثلا بلاكيت فران بحال مثلا ربما اشياء اللي تقتلف المحرك ما بين الزيوت كما كتلقى الزيوت اللي ربما كاين الزيوت روسيكلي يعني ما بالزيت معاوده كنت تدخل قديمه ماشي روسيكلي كيبدا يقول لك هاي كنت تدخل المشكل هنا دابا حاليا كنت تدخل من دول الخليج بعض دول الخليج بحال الامارات مثلا تدخل الزيت روسيكلي وكنت تدخل تخلص القوانين ديالها راه مثل نقولوا حنايا راه الناس مثلا السلطه اللي خدات مثلا دارت الواجب ديالها الواجب ديالها مثلا في الزاج ديال السيارات كنلقاو مثلا زوجه ب 600 درهم الزاجه ديال القدام ديال السياره كتلقاها ب 600 درهم كنت قلت لك الاثمنه او اربع د الاثمنه الزاجه كتركبها مع شهرين كتشربها ولكن تمشي من من تمشي عند مثلا مول باربريزات مثلا هو ماشي غدرك تيعطيك اقتراح تقول لك كاين باربريز 600 درهم مثلا ديال 700 ديال 1000 درهم ولكن لا في نظرك حنا مش كندورو واش هل ينبغي اغراق السوق بهذه المنتوجات هذه اللي ما فيهاش معايير الجوده ما فيهاش ما خاصش حنا دخلنا هذا الشيء للسوق راه الزبون غيتوجه له لان الزبون بطبيعه الحال لو كانت لو كانت هو كيقلب على الرخام لو كانت قبضه حديديه من طرف السلطه يكون عليها قناه شي بزاف المشاكل غتحيد قبضه حديديه يعني ويضربوا على اي ضالين انا واحد الزاجه مثلا غادي باش طريق الصياد تتفرقع على قدام عينيك ولا شي حاجه ولا هذه راه خطر يعني دابا كما جبتي زوج السيارات يعني واحد عندها الحجم كبير سواء تتصنع في البلاد او الاغلب تيجي من برا مثلا يعني ماشي شي حاجه غتقدر تهربها مثلا واغلب انا كنلاحظ اغلب القطع المقلده كتجي من برا من الصين من الصين طبيعي ما من الصين ما المنتوج ماشي كندافعوا على المنتوج المحلي اما المنتوج المحلي صراحه وين كنلقاو منتوجات اللي عندها كانوا كاين منتوجات محليه بطاريات فالزجاج كيف الزيوت كاين كان قطع السيارات كان انا كنشوف في الوقت اللي خصنا نشجعوا هذا المنتوج المحلي كان شركه كان شركه كان شركه انا كان شركه مصنعه القطع الغيار بلا نقول سميتها كانت معروفه كانت تصيب يعني تصيب هنا هي وتتبيع ولكن دابا يعني اعلنت الافلاس بطريقه او باخرى كانت عندها الجوده واحترام المعايير ما نقولش الجوده ولكن ما عمر انسان يعني تعرض لشي حادث من طرف بسبب هذيك البياس مثلا كذا مثلا خديتي سيبورا سيبورا ما عمرها تخليك دير كسيده مثلا سيبورا مثلا خديتيها ولكن شابو روتيلا مثلا تقدر ديرها رغم ان ما كانش عندنا مشاكل هذه البيان كانت شركه محليه تصيب واخا نقول ما عندهاش شي جوده عاليه ولكن ما عمر شي زبون يعني تعرض لشي حادث بسبب هذيك البيان ولكن دابا التقليد يعني ولي صعيب علاش ما تعرفش شكون اللي صايب هذه البياسه مازال هذيك مثلا تعرضت تقدر مثلا ترفع عليه دعوه ولكن هذاك شكون اللي صنعها تقدر مثلا هذوك الناس يجيبوا من الشين ومثلا جاب لنا دلوزين بعد غدا تلقى بدلوا العنوان لقاش اصلا هما عارفين بان سيبدلوا سيبيعوا لك واحد الحاجه مقلده واش غيجي مثلا واحد النهار يصبح بائع قطع غيار يتحمل مسؤوليته على مستوى القطع اللي كيتبيع
مثلا كانت كتهدد السلامه ديال المواطن، باع لي واحد الكاردا مثلا تسببات لواحد خيمه في شي انقلاب ولا شي عجله اللي ما حنا بغينا القانون يكون على كلشي قانون. حنا بغينا يجي واحد النهار مثلا اللي حنا نتمنوا حاليا في الظرفيه الحاليه ما كاين شي امل حاليا باش نعيشوا حنايا حاليا ما كاينش شي امل. لقيت قبل جبتي لي قبل المثلثيات يعني اصحاب لافيراي اصحاب لافيراي ناس عشوائيين بكل ماشي كندافع ولكن ربما كنعطيو الواقع لا شكين. ماشي نقولوا هما مكملين لا. حقيقه في شي بيس ما تلقاش حقيقه هذا ولكن في الغالب الانتباه دابا هو كيمشي مثلا كيقول لك انا القطاع حيدته من هذه السياره انا غنقول لك مثلا غنقول لك حيدته من هذه السياره اوروبيه ودوريجين المشكل شنو هو؟ اسم السياره اوروبيه فاش حيدها هذه السياره سياره ديال ربما تصيبت في المغرب او تبع هنا او ديجا تبدلت بياسه مثلا مثلا سياره في المغرب مثلا ضربه 20 عام في المغرب 20 عام في المغرب اش من اوروبيه هذيك اوروبا راه حيدوها بحال مثلا في قطع مثلا السياره في الطاكسيات مثلا طوموبيل عندها 36 عام باقي تصيف في اوروبا علاش تصيف الطوموبيل في اوروبا مثلا يعني هذا هو المشكل ديال ما بقاش العقليه ديال غنمشي لافير نجيب بيس دوريجين ما كاينش القضيه يعني هو راه جيب ادابتر بنيتي يقدر يجيب الادابتر يقدر يجيب دوريجين شي حوايج ملي كنقولوا لافير لا فيراي بلا ما ندخل في شي لافير بطبيعه الحال يعني هل يعقل ان مثلا واحد بياسه عندها واحد العمر يعني معين تناخذ مثلا غير مثلا روتيوب مثلا شريتها مثلا من لافيري واش هي طوموبيل ضربه 20 عام وانت شريتو روتيل من لافيري نعم راه شحال بقى لها في العمر على هذيك الروتيل ما عندهاش اون دوري دو في عندها واحد العمر مثلا من واحد الوقت واحد سيرتان كيلومتراج ولا دوري دو في كتوصل زيرو مثلا 100,000 كيلومتر خاصها تبدل اذا خاصها تبدل جديده انت كتشريها تقدر تشريها في 80,000 ولا في 90,000 يعني في بلاصه كتلاح كتخسر حتى قضيه المحركات هادو اللي كيشريو محركات من لافيراي راه خص الدوله تقنن هاد المساله يعني خصها راه كيجيو محركات ملوثه فيهم لي غاز ديال الكليماتيزور داك بالغاز كليماتيزور ملوث ومؤخرا الشرطه القضائيه الايطاليه ضبطات بواحد الشحنه ديال الشاحنات كانت جايه المغرب فيها هذه كانت كلمه الشرطه القضائيه ديال الشرطه البيئيه ديال ايطاليا ضبطات بان محركات ملوثه ما خضعاش للمعايير الدوليه ديال البيئه داخل المغرب على اساس باش تباع بواحد الثمن يعني حنا ولينا بين قوسين حاجه بحال تقول مزبله ديال اوروبا يعني اللي عنده مثلا شي شويه الفلوس كيمشي يجيب لك طوموبيل قديمه كيجي لك بياس قديم كاين هنا هادوك باغيين عاد يتفكوا اوروبيين باغيين يتفكوا على مالهم هما ما خصهم يصدروا لك تلوث كيجيو هادو تيستغلوا المناسبه وما كيكونش حتى الاثمنه حتى في قطع الغيار الجديده راه خدينا مثلا الزيوت اللي راه ربما كتبيعوها ولا شيء كنلقاو مثلا الزيوت صنعات فواحد مثلا واحد دفات عليها خمس سنوات ولا اكثر كافيه لي نورم كانت في هذيك الساعه اللي روم مثلا هذاك السطوك كيدخلوه للمغرب وكيبدا كيتباع واخا انني في الزيوت صافي تقادمات ولا شيء كنلاحظوا هذه القضيه كنلاحظوا واحد مثلا هاد لي روبوندور واش هاد المساله هادي لا حنا ما نهضرش واش بقات الحلقه ولا دابا لابوراتوار مثلا فين ياخذ الزيوت بلاكيت مثلا ولا فيها لابوراتوار ديال مابقاش في بعض كل فئه الاجزاء مابقاش كلشي لا ما كاينش في مثلا في لي روتيل وداك الشيء مثلا كاين الباتري مثلا الزيوت مثلا فيها مثلا بحال بلاكيت مثلا فيها راديتور حتى هي هي شي شويه لا حيت فيها النحاس محسن بزاف هو كان شركه هنا في المغرب تصيب الراديتورات عندها جوده عاليه ودارت فايات ولكن دابا تمشي لمصر الاردن والامارات علاش تجيب الراديتور علاش الشركات هادو ربما كلهم عانوا من المضاربين الافلاس هو نوع من العصر المنافسه ديال الاسواق لا ماشي منافسه ولكن العصر البشري كالاضرابات يعني ولا حتى ما كاينش الحميه لا كالاضرابات وكاين بزاف والناس بدليل بان الناس اللي خدموا تماك وملي سد الشركه ندموا قال لك حنا ما كناش ندخلوا اللي خرج هنا الديليغي دار لنا حنا قال لك ما كناش ندخلوا حنا قال فك النقابه نهائيا قال في النقابه هي اللي خرجت علينا هذا هو المشكل يعني ماشي تنتقد ان النقابات ولكن راه بعض الديليغيات مثلا عندهم مصالح خاصه تيبيعوا شرف مثلا فرق العامل البسيط مسكين اللي عنده واحد يعني عنده تيعي لولادو بواحد المبلغ وصدق لك مثلا مبلغ واخا تيبان لي هو قليل ما بقاش دايم يعني ولا جالس مسكين ما بقاش خدام لدرجه ان الشركه دارت فايات سدات ولا نجيبوا مثلا حنا بيس مثلا من بعض الدول العربيه رغم انه كنت يتصنع عندنا هنا يعني هذا خص الدول هذا كيأثر حتى على الاقتصاد المغربي وعلى النتيجه الاجمالي لان القطاع غير كله كنستورد طبعا اللي قال لك دابا انا شركه مثلا مصنعه للجزائر سدات قيضه مثلا مصنعه مثلا لا مصنعه للراديسوات مبرزه سدات بنوات هي شركه بنوات جوج شركات في المغرب شركه كوبرا بنقول سميتهم سدوا يعني انا يعني الدوله خاصها تدخل في المسائل يعني هنا خصنا نطوروا بلادنا حنايا حنا خصنا نصنعوا حنايا ماشي خصنا نبدا نستوردوا ديما دابا ولا سوء الحظ حنا دابا شعب مستهلك واخا سي حميد الوقت ما كيدركناش فبغينا نختموا كشي كلمه ختاميه وقبل ما نختم فبغيتك تعطيني شنو فلاحظت فان اسم الشركه هو
اوتو ديداكت اش كتعني ديداكت؟ اوتو ديداكت لا ماشي ديداكت، اوتو ديداكت هي اسم فرنسي، اسميه فرنسيه تتعني بالعربيه انسان عصامي. انا ما ورثت والو على الوالد، يعني الوالد ما كان هو الشاب، يعني انا مثلا انا بديت حياتي بحياتي براسي، يعني براسي براسي تنقلب على ديك الساعه باش ملي بغيت شي حاجه كشنو غادي. كتامن بالعصاميه؟ لا بطبيعه الحال، لقاش انا عندي تجربه قدامك. اذا كترفض التكوين في هذا الميدان. انا قدامك لا بحكم التجربه، انا تنبحث ماشي تنبحث مازال في القطاع، ولكن الاجيال القادمه ان شاء الله. لا خاصني نبحثوا دابا، نشوف دابا القطاع ولا ساهل، دابا كاين الانترنت، دابا الانترنت دابا كي ولا سهلت لنا القضيه. تجي شي طوموبيله ما كاينش في المغرب انا نجبد البياسه ديالها، علاش كلشي مسهلو لك؟ كاين دي سيت اوروبيان ولا عالميه تدخل تجيب الريفيرونس كوريسبوندنس ديال الريفيرونس، كاين تيك توك كاين بزاف، يعني الانسان هو خاص يطور راسه. انا خدمت في شركه طورت راسي، ماشي معنى يعني تعلم في الشركه فين كنت خدام، لا طورت راسي براسي. علاش؟ لان العالم تيتطور خاص يتطور مع بطبيعه الحال. مزيان واخا، شكرا سي حميد وكنتمنى لك التوفيق. شكرا بزاف على المهني ديالك. سي عمر كلمه ختاميه. كلمه ختاميه هو القطاع ديال اصلاح السيارات خصهم ضروري يديروا جمعيه، يديروا جمعيات باش يمكن لهم يتحاوروا. لان يعني كما شتي دابا قال لك الاثمنه الكونتربوند بزاف مسائل، خصهم على الاقل يديروا جمعيه ويديروا تنسيق فيما بيناتهم، يسوا جمعيه باش يمكن لهم يتحاوروا حتى مع لي زامبورتاتور. وكلمه اخيره، راه حنا كجمعيه راه دايرين ان شاء الله نهار 22 موعدنا نهار 22 يونيو 2014 في الدشيره الجهاديه، يعني قاعه فضيشة. هذه دعوه للحضور ديال اهل السوس، مرحبا بهم ان شاء الله. وراه الدعوه مجانيه فيما كان شي تكوين في مجال الالكترونيات، في مجال القطاع ديال السيارات راه غتكون دوره تكوينيه مجانيه ذاك النهار الحد ان شاء الله 22 يونيو 2014 بالتشيره الجهاديه اكادير. واخا شكرا سي عمر، نشكرك كذلك مسيره موفقه في مجال ديال التكوين اللي كتواظبوا عليه داخل الجمعيه. شكرا كذلك سي حميد مونتيك صاحب عالم المحركات، يقربكم من سوق السيارة الوطنية. عالم المحركات ينقل لكم مجموعة من الأخبار المتنوعة في عالم السيارات. عالم المحركات، ضيوف ومهتمين وخبراء في قطاع السيارات. عالم المحركات مع الصحفي رشيد أسرة.